لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا مع الجاوي الذي ما زالت لم تصدر عليه الأوامر العصا ما زالت قوت والبريدي يحقق هذا الناموس ناموس يا الجنرال جود مورنينج يا حمد بن جرل على ناموس الجاوي وسلام بالبريدي سلام جار الله بن علي البريدي تستاهل فوز الجاوي وانتزاع الشوط الرئيسي قال تستاهل خير الله يرحم والديك شي سلالة الجاوي احد من سلالات الغوج بعير بالعكس وامها مهجنة القعود عسيف حسب تصريح لك انه عسيف العام نعم القعود عسيف العام وعطلها ضلع والحمد لله على التوفيق قعود سلم باشرنا بفحيم قوية مساره الله يبارك فيه قام وجه الشوط وانهى وعصاه البطان السبقة والشوط المفتوح والعصف البطان يرفع المعنوية الحمد لله يرفع المعنوية وابشر بخير ان شاء الله وهذا الفوز والناموس من تهدي اهديه لوالدي ومحبين شعار بريدي وجهك شكرا جزيلا لك ابو علي وجهك مشينا مرحبا دارنا اللي معاه